عائدة في مجلة عيدة مفتوحة لها بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السيد الوالي يوسف محيوت السيد الوالي سليم عريزي السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي هو أن نوجه عملنا إلى المواطن وإلى تحسين المرفق العام وإلى تأهيل الوسط الذي يعيش فيه وهذا ما يكون إلا بفضل الرجال وما يكون إلا بالعمل الحقيقي الميداني بالعمل من الإطارات التي تم اختيارها من قبل السيد رئيس الجمهورية نظيرة إلى هذا التجربة والخبرة التي مر بها من الأوضاع التي كانت فيها من قبل ويجعلها مركز قوى ويجعلها مركز إنتاج ومركز في إطار الدفع الحركة التنموية من ناحية الفلاحية من ناحية السياحية من ناحية الإنتاج الأساسي مثلا تمتاز به المنطقة والتفاح إذا كل ما يجعل هذه الولاية تستعمل قدراتها لتمكين المواطن بالعيش الكريم سيعمل السيد عريزي سليم لتوظيفه أكثر فأكثر ولتثمينه أكثر فأكثر حتى إن شاء الله المواطن أينما كان في ربوع هذه الولاية بششار أو ببابار أو بمناطق راحين طويلة أو كل يعني المناطق انتهى. إذا أنا ما نحبش بهم نطول عليكم بزاف ورانا عندنا أكثر من ساعة تأخر وتنتظرنا ثاني محطة واحدة أخرى في سقيدة. إذا أنا سعيد كل سعادة نلتقي معكم مرة أخرى في هذه الولاية بمناسبة هذه المراسيم اللي أعلن من خلالها على تنصيب السيد سليم عريزي كوالي لولاية خنشلة المجاهدة البطلة منتظرا منه أن يعمل حتى يعطي أكثر إضافة إلى ما قام به سلفه السيد يوسف محيوت والحمد لله كان جدير بالاحترام والاستحقاق لذا نكون وصلت إلى الديناميكية وحتى نجح من ولاية خنشلة الولاية ذات الموقع الجغرافي المتميز فهي وكأنها حلقة وصل ما بين الجنوب وما بين الشرق وزارة راهو اجتمع مع كل أمنا العام لكل وزارات مرة في الشهر لتقييم ما تم إقراره من قبل السيد رئيس الجمهورية في إطار هذه البرامج التكميلية. احنا ان شاء الله بعض الولايات الاخرى تستفيد كما سبق خنشلة انما ما دمنا خنشلة الحمد لله اليوم واقع غير ملامح هذه الولاية نريد ان كذلك نذهب الى ما هو احسن. زيرتوب اول قناة الكترونية في الجزائر.